هناك موضوعات عديدة طرحها جناب القس، يرى أن هناك تفوقا ليسوعهم اللي هو الإنسان المتحد فيه اللاهوت وبين محمدنا عليه الصلاة والسلام، من بينها أن نبينا عليه الصلاة والسلام ربما صدر منه انتقاص أو شتيمة لأحد من الناس، بينما الإله يسوع لا يصدر منه أي خطأ ولا يصدر منه أي خلل. كان يلعن، يسب، يشتم. ثمة فرق بين سب قبيح وسب غير قبيح. إحنا ما عندنا في الإسلام ولا عند الأمم حتى هذه الرومانسية النرجسية اللي موجودة عندهم، اللي هي حكاية إنه كل سب هو خطأ. أن تقول للشيطان أنت مجرم، أنت قبيح، هل هذا خطأ؟ أن تتحدث عن هتلر حبيب الله عز وجل كما تقول أنت، أن تقول له أنت مجرم، أنت جبار، أنت أنت أنت، هذا إذا اعتبرته سبابا فهو سباب ممنوع. لذلك إذا سألتني هل سب نبيكم عليه الصلاة والسلام، فأقول نعم، فأقول نعم، صدر منه ذلك بحكم الجبلة البشرية التي تصدر عندما يغضب الإنسان، عندما يجد شيئا يغضبه ويستدعي منه هذا السباب. دعنا جناب القس قبل أن ندخل إلى الموضوع أن نرى حينما يتحدث المسلم عن السب ما الذي يريده، لنرجع إلى علماء اللغة لنرى ما يقولونه في موضوع السباب. كتاب الفروق اللغوية لأبو هلال العسكري من أئمة اللغة يقول هناك فرق بين الشتم والسب. الشتم هو تقبيح أمر المشتوم بالقول، وأصله من تقبيح الوجه. أما السب فهو الإطناب في الشتم والإطالة فيه. إذا الشتم مرتبة دنيا، السب فيه زيادة. لكن لنسأل هذا الرجل العربي، ما هو رأيك في السب عندما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سب منافقا أو كافرا؟ يقول هناك فرق بين الشتم والسفه. السفه هو العيب، وهو ما ننتقصه اليوم حينما نتحدث عن السباب. اليوم إذا تحدثنا عن السباب فإنما ننتقص ونذم السفه، قلة الحياة التي ترافق السباب. يقول أن الشتم يكون حسنا إذا كان المشتوم يستحق الشتم. إذا شتمنا هتلر فهتلر مستحق للشتم، ما في مشكلة أبدا، ليس هذا سب أن نسب مثل هذا الرجل. لكن هناك سفه، عندما نتحدث عن أم هتلر، عندما نتحدث الكلام القبيح من تحت الحزام، هذا نسميه سفه، رذيلة، هذا الذي لا يقبله المسلم، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، هذا هو الذي ينهى عنه. والسفه لا يكون إلا قبيحا. لذلك يقول القرآن الكريم سب آلهة المشركين وسب المشركين، ماذا قال عنهم؟ ما سبهم ذلك السباب القبيح السفه، لا، قال صم بكم، فهذا جاء على وجه الشتم، فهذا شتم يستحقه المشتوم، فلا عيب فيه ولا ضير. تمام جناب القس، هذه قصة. أضرب لك مثالا عن السفه المعيب السباب الذي لا يليق. لما حصلت مشكلة بين شاول وبين داود، شاول غضب على ابنه يوناثان لأنه انحاز إلى داود وقال له يا ابن المتعوجة، انت عارف ايش معنى كلمة المتعوجة، يا ابن المتعوجة المتمردة، أما علمت أنك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة أمك؟ هنا هذا السفه، هذا الكلام المعيب، هذا الكلام اللي من تحت الحزام، هذا الذي لا يليق بكرام الرجال. أما أن تقول لإنسان مجرم أنت مجرم، فقد سببته وهو مستحق لهذا السبب، وهذا لا عيب فيه البتة.
إذا جناب القص هذا ما ينبغي أن نحذر منه، هذا هو المعيب الذي ينبغي أن يتبرأ عنه أنبياء الله تبارك وتعالى، ومن باب أولى الآلهة المتجسدة كما تؤمن. هنا نسأل جناب القص، هل كان يسوعكم إلهكم شتاما أم كان لا يشتم أبدا؟ جناب القس مزعوج جدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلنسمع إليه. لم يذكر القرآن أنه فتح عين العمى، لكن يذكر أنه عبس وتولى وإن جاءه الأعمى، يعني ده يشوف الأعمى بيتولى عنه مش يساعده، لا يتولى عنه. نعم، قصة عبس وتولى هي نموذج من الذنوب التي من الممكن أن يقع فيها أنبياء الله عز وجل. فأنبياء الله حين يخطئون أو يذنبون ليس كالأخطاء المنسوبة إلى أنبياء الكتاب المقدس، الزنا المنسوب إلى داود عليه السلام، عبادة الأصنام المنسوبة إلى سليمان عليه السلام، بناء العجل الذي تعبد فيه الأصنام، وأيضا التقرب إليها كما تنسبون إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، ليس ما ننسبه إلى أنبياء الله عز وجل من هذا. لكن النموذج الذي نقدمه في قصة عبس وتولى هي نموذج من أخطاء أنبياء الله كما نؤمن بها نحن المسلمين. لماذا نزل قول الله عز وجل عبس وتولى؟ نزلت عبس وتولى، خلينا نقرأ الرواية مع بعض. نزلت في ابن أم مكتوم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا نبي الله أرشد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عبس ليش؟ لأنه كان مشغولا. مشغولا بإيش؟ بالدنيا؟ لا، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، قيل أنه أبي بن خلف، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن هذا الأعمى ويقبل على الآخر. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن هذا ويقبل عن هذا، يقبل على هذا؟ أبي بن خلف لو أسلم لأسلمت نصف قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإسلام ويرجو إسلامه، وجاء في هذا الوقت الضيق جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله علمني أرشدني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عبس عبسة لم يرها ابن أم مكتوم، لا سبه لا شتمه لا قال أي كلمة، بس قال عبس وتولى، بس عبس. فماذا حدث؟ الله عز وجل عاتب محمدا عليه الصلاة والسلام فقال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى فهو يخشى، فأنت عنه تلهى. نعم أيها الأحباب الكرام، هذا هو ذنب محمد عليه الصلاة والسلام. ولو لم ينزل القرآن في هذا الموضوع لظننا أنه كان الأولى بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يعبس في هذا المقام وأن يقول لابن مكتوم هذا ليس وقتك، أنا مشغول في دعوة رجل لو أسلم لأسلمت نصف أو ربع قريش. إذن في تقديرنا الخاطئ أن هذا كان عملا أخلاقيا صحيحا، لكن الله عز وجل الذي يكرم المؤمن على حساب الكافر أكرم ابن أم مكتوم وعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا لقيه يقول أهلا بمن عاتبني فيه رب. لكن جناب القص وانت زعلان من النبي الذي عبس من غير أن ينطق بكلمة، ما رأيك في المقابلة أن نسأل سؤال، هل كان يسوعكم شتاما؟ هل ورد منه أكثر من العبوس الذي تأخذه على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لنرى ما يقوله كتابك المقدس. قبل أن ندخل الكتاب المقدس أريد أن أتوقف مع عبارة توقف معها والجرة، يقول إن الإنسان
ليجد في الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا توائم قط ما يقال لنا عن المسيح في مواضع أخرى. أحيانا كثيرا يقولون المسيح جميل كيوت من أحسن ما يكون، لكن حينما نقرأ في الكتاب المقدس لا نرى، نرى فقرات قاسية مريرة تخالف ما يقوله المبشرون عن يسوع. إذا هذه الملاحظة مش أنا فقط اللي لاحظتها، اللي لاحظوها أيضا ناس من قبلي من بينهم والجهن. فذكر من الأشياء الغريبة المستغربة هو أن المسيح لعن شجرة التين. طيب ليش تلعن شجرة التين؟ أنت جيت وقت غير وقت الإثمار فوجدت الشجرة يابسة، تلعنها ليش؟ فوجدوا أن هذا من الفظاظة. يقول ولعله كان قاسيا بعض القسوة على أمه، أيضا في معاملته مع أمه لم يكن كما وصفه القرآن الكريم وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا عصيا. هذه ملاحظة يقدمها لنا والجوران. الآن ندخل إلى الكتاب المقدس. أنت زعلان من محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عبس في وجه الأعمى، العبوس الذي لم يره الأعمى. ما رأيك جناب القس؟ ما رأيك في أن المسيح عليه الصلاة والسلام يتحدث مع بطرس فينتهره، مش يعني عبس في وجهه، ينتهره، وابتدأ ينتهره قائلا، عفوا اللي بطرس هو الذي انتهى، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا، لأنه أخبره أنه سيموت سيقتل وهو ينتظر مسيحا مخلصا غالبا، فيقول حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس، يسوع عليه السلام التفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، يا شيطان أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. عبس وتولى في مقابلها يا شيطان. أيهما أشد جناب القس؟ لاحظ هنا جناب القس بأننا نعترف نحن المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ حين عبس وتولى وقد عاتبه القرآن في ذلك، لكن أنتم لا تعترفون بأن قوله يا شيطان هو سوء وهو سب. لذلك ستسمع بهلوانيات القصص وهم يحاولون القفز من فوق هذا النص ويحاولون أن يجدوا له مخرجا، لا يجرؤون. ليش؟ لأنهم عندهم المسيح بلا خطيئة، وأي خطيئة ستثبتها عليه ستجعله غير صالح للقيام بدور الخمس. فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. وهنا بقى وقف الدكتور منقذ أنه يسبها، أنه يصفها بالكلب. يا دكتور منقذ كل القواميس اللي بتتكلم عن تعريف الشتيمة والسب لا يمكن أن تنطبق هنا على الرب يسوع. جناب القس أيضا هناك سبب آخر، المسيحية الرومانسية النرجسية اللي عندكم التي لا يخدمكم فيها الواقع. هذه النرجسية هي التي تجعلكم تتلاعبون بمعاني هذه النصوص من أجل أن تبرروا ما فيها من الخطأ. لذلك اسمع ما يقوله والديورانت عن المسيحية وهو وصف يعني بالفعل دقيق. ترجع قوة الدين المسيحي إلى أنه يعرض على الناس الإيمان لا المعرفة، والفن لا العلم، والجمال لا الحقيقة. اهتمامكم دائما بتقديم صورة جمالية ولو كانت غير مستندة إلى دليل. إيمان من غير احتجاج، من غير معرفة، فن من غير علم. هذا ما تملكه المسيحية حين تقدم نفسها إلى العالم. هذا ما يقوله والديوران وهذا ما تقوله الحقيقة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام عبس في وجه الأعمى لما جاءه هذا الأعمى فشغله عن دعوة رجل من أكابر المشركين حينها. لكن إذا كان هذا تراه سبا وتراه خطأ وتراه ذنبا، فهل تراك ستقول هذا حينما تسمع بأن المسيح حسب إنجيل لوقا
كان يتمشى مع اثنين من التلاميذ فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب بالإيمان. عبس وتولى، خطأ، نحن نقر به، والله عاتب فيه محمدا عليه الصلاة والسلام. لكن هل تجرؤون على إدانة قول يسوع: أيها الغبيان؟ أيهما أشد جناب القس، أيها الغبيان ولا عبس وتولى؟ أتدري جناب القس بأنه بحسب قول يسوع في الكتاب المقدس فإن يسوع يحتاج إلى من يخلصه من دينونة نار جهنم؟ هذا ما يقوله الكتاب المقدس. واحد قال لأخيه: يا أحمق، أو أيها الغبيان، أين مصيره؟ المسيح يقول: ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم، مستحق لدخول إلى جهنم. إذا هو يحتاج إلى فاد يفديه حتى لا يدخل إلى جهنم، هذا ما يقوله الكتاب المقدس. نعم جناب القس، هناك الكثير من السباب والشتائم الذي نقرأه في الكتاب المقدس للكتبة والفريسيين ولغيرهم، لربما كان كثير منه مستحقا، وأنا أراه ولو كان شتما ولو كان سبابا مستحق لهؤلاء أن يشتموا، ما عندي مشكلة معه، لكن مع نرجسيتكم الموضوع أكيد سيختلف تماما. هنا المسيح عليه الصلاة والسلام يتحدث مع بعض الفريسيين، يقول لهم: ويلكم، أي ويل لكم أيها الفريسيون، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، يتهمهم بالرياء، لأنكم مثل القبور المختفية. طيب هذا سباب ولا ليس سبابا أن يقول لهم مراؤون؟ إذا أنا قلت عنك مرائي، هل هذا سباب أم ليس سبابا؟ المهم، واحد من الناموسيين الذين يؤمنون بالناموس جالس مع الفريسيين، قال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. أنت بتشتم الفريسيين وبتشتمنا إحنا أيضا، فاعتبر هذا القول من الشتيمة. فما قال المسيح: لا لا، هذا ليس شتيمة، بل المسيح عليه الصلاة والسلام أكد له أنهم يستحقون هم أيضا مثل هذه الشتيمة. إذن يسوع كان يشتم، ولربما هنا كان يشتم بحق.